اصعب لحظه في حياتي. انا بلعب كوره، لما اجيب جون ببقى فرحانه واصحابي وبنحتفل وبنحضن بعض. انا بحب العب كوره وبلعب كوره من وانا عندي 4 سنين في نادي اسوان. مامتي بتمثل لي في حياتي كل شيء، بتقف تشجعني، يلا يا انس لعيب شاطر، تسندني وتديني الثقه. التربيه مش اكل وشرب ونوم، تربيه توجيه. سوى نفسي في الراحه برضو عشان ارجلها برضو وهي صاحبتي. هو لعب الكره ليه وقته والمذاكره لها وقتها. عايزه اكون لاعب مشهور وفي كليه الطب. احنا قاعدين في مكان عدت عليه مراحل تطوير رهيبه جدا، اختلفت كل حاجه، بنيه تحتيه، مجمعات سكنيه. انا اول ما بدات العب زي كل العيال بلعب في الطريق او الشارع او على الرملات، لكن بعد ما مراكز الشباب اتطورت ونادي اسوان اتطور بقيت اروح النادي كل يوم. انا حلمي مش اني اقف عند نادي اسوان الرياضي، انا حلمي اني البس قميص المنتخب وادي مصر زي ما مصر ادتني. نفسي ابقى زي شيكابالا وصلاح، ذكي ومهاري ولعيب وابقى مشهور والناس تحبني. واحد من احلامي كمان ان اشوف الرئيس السيسي واسلم عليه. انس حسين عبد العظيم، عندي 12 سنه، من النوبه.